نور نور مغامرات نور. مرحبا يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكي. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور مغامرات نور مغامرات نور، هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي، سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور 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 مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة، أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور عجيب. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. كنت سأهدي ديدي هدية اليوم، لكن هناك من فتحها بالفعل. أوه، هدية؟ هل هي لي؟ لا يمكنك أن تنظر، لقد فتحها أحدهم. من فعل هذا؟ لا أدري، شخص واحد يساعدنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ شكراً لكم يا أصدقاء. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور، هيا يا أصدقاء، أفسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. أفسحوا المكان في المنطقة. نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. إنه يعمل، ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر، لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، ماذا حدث؟ في الحقيقة يا حكيم، كنا نأمل أن تخبرنا من فتح هدية. الهدية؟ أحدهم فتح هدية ديدي. كيف عرف هذا؟ الحكيم يعرف كل شيء. ترى من هو؟ فلنرى. أها، هذا ما كنت أخشاه، إنه وحش التغليف. تقول وحش التغليف؟ من هو؟ وحش التغليف وحش لطيف، إذا رأى هدية مغلقة يفتحها فوراً، يريد أن يعرف ما بداخلها، لأن وحش التغليف يحب المفاجآت. هل تعني أن وحش التغليف سيفتح جميع الهدايا المغلفة التي في العالم كي يعرف ما هي؟ أخشى هذا يا نور. أصدقائي، تخيلوا العالم من دون هدايا مغلفة. مستحيل. هناك حل لهذه المشكلة، سنبحث عن وحش التغليف ونمنعه من فتح جميع الهدايا المغلفة التي في العالم. للعثور على وحش التغليف عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب، هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا، إنه وحش التغليف.
ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش التغليف. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا! يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعا، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى! اجروا يا أصدقاء! الباب! نجحنا يا أصدقائي! لقد ظهر الباب الأول! انظري! إنها زرافة! ومعها هدية! لنرى ما خلف الباب. موصد. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر. هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين، كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً. مدوا أيديكم. والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. هيا بنا. واو، زرافات! يبدو أنها تصنع صناديق هدايا. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك خلف الزرافات. هيا يا أصدقائي، هذا الأمر سهل جداً. الصناديق تعوق الطريق. كيف نصل إلى الباب الثاني وهذه الصناديق تعوق طريقنا؟ هذا مصنع الزرافات لصناديق الهدايا. تصنع الزرافات صناديق هدايا بسرعة لأن وحش التغليف يفتح المزيد منها. لا يمكن لأحد أن يمر على الأرض. يجب أن تعبروا فوق كل الصناديق للوصول إلى الباب الثالث. نعبر فوق صناديق الهدايا؟ كيف نفعل هذا؟ للعبور فوق صناديق الهدايا، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نعبر فوق صناديق الهدايا؟ القارد الحفار، عجل البحر المصفى، القرد المتسلق. القرد المتسلق، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نعبر فوق صناديق الهدايا علينا أن نتسلق مثل القرد المتسلق. راقبوني. يتسلق ديدي مثل القرد الصغير. لنتسلق مثل القرود. ما زلتم في منطقة نور؟ هيا
هذا رائع! عندما أقول ثلاثة، تسلقوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. تسلق! هيا يا أصدقاء، تسلقوا بأيديكم. اليد اليمنى واليد اليسرى، هيا بنا. مدوا أيديكم وارفعوا ركبكم، تسلقوا مثل القرود. احمس يديتي، هيا بنا يا أصدقائي. تسلقوا تسلقوا. انخفض مستوى الطاقة. تسلقوا معي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى، أوشكنا على الوصول. واصلوا التسلق، هيا يا أصدقائي. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا مصنع الزرافات لصناديق الهدايا. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، ارقصوا معي. رائع حقاً يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، هل هذا قرد؟ بالتأكيد هو قرد يا ديدي، إنه قرد ضخم يعيش فوق الأشجار. أريد أن أراه. موصد، نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي، تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن نفذوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب القرد الآن. من هنا. انظري، القرد. أظن أنها صغيرة القرد. لطيفة. ليس لدينا وقت للعب معها يا ديدي، يجب أن نواصل السير. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك، عبر هذه الغابة. هيا يا أصدقائي، هذا أمر سهل للغاية. واو، قرود الغابة. قرود كبيرة تحمل الهدايا. كيف سنصل إلى الباب وهذه القرود تتأرجح هكذا؟ هذه غابة القرود حارسة الهدايا. اقترب عيد ميلاد الصغيرة، وستحزن كثيراً إذا فتح وحش التغليف هديتها، ولذلك تخبئ القرود هديتها كي لا يصل إليها وحش التغليف. قرود ذكية، إنها تخبئها في أماكن عالية وأماكن منخفضة. يجب أن تمر من بينها بسرعة كي تواصل السير. نمر بسرعة من بين القرود يا حكيم؟ كيف نفعل هذا؟ للمرور بسرعة من بين القرود، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نمر بسرعة من بين القرود؟ الحصان السريع، السلحفاة الحذرة، البطريق المتهادي. الحصان السريع، أحسنتم.
هيا يا أصدقائي، كي نجتاز القرود حارسة الهدايا علينا أن نعدو بسرعة مثل الحصان. انظروا إلي. ديدي يشبه الحصان. لنعدو معا مثل الحصان. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة نعدو مثل الحصان. واحد، اثنان، ثلاثة. عدو. هيا يا أصدقاء، واصلوا العدو. ارفعوا ركبكم واقفزوا. واصلوا العدو مثل الحصان. هذا ممتع. واصلوا العدو يا أصدقاء. انخفض مستوى الطاقة. اقعدوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة. واصلوا العدوى يا أصدقاء. أوشكنا على الوصول. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا القرود حارسة الهدايا. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقاء ارقصوا معي. رائع يا أصدقائي. انظر، هدية لك يا ديدي. ياي، افتحها. إنها سيارة. واو. ها، هدية جديدة. إنها كرة. لقد اختفت كذلك. تختفي الهدايا ما أن نفتح العلبة يا ديدي. نعم، وتحل محلها هدية جديدة. يا أصدقائي، لابد أن هذه الهدية تتغير دائما وتظهر هدية جديدة. احتفظ بها يا ديدي، قد نحتاج إليها اليوم. الباب الثالث. وحش التغليف ليس مغلقاً. هيا يا أصدقائي، لنمنع معاً وحش التغليف من فتح جميع الهدايا المغلفة التي في العالم. واو، انظروا إلى الهدايا التي فتحها. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ وحش التغليف لا يريد أن يلعب بالهدايا، يريد فقط أن يفتحها ويعرف ما بداخلها. إذا عثر على شيء يفتحه ويعثر على شيء جديد بداخله كل مرة، لن يفتح الهدايا المغلفة التي في العالم. لكن أين نعثر على هذا الشيء؟ هذا. لا يا ديدي، لا أستطيع اللعب بالهدية المتجددة دائماً الآن. إنني أفكر في حل ما. انتظروا، الهدية المتجددة دائماً. سيظل وحش التغليف يفتحها ويعثر دائماً على هدية جديدة بداخلها كل مرة. أيها التنين، أنت عبقري. جربها. انظروا معي يا أصدقائي. يا وحش التغليف، انظر ماذا أحمل معي. وظل وحش التغليف يلعب بالهدية المتجددة في سعادة. حسناً يا ديدي، افتح عينيك كي ترى هديتك.
أحب فتح الهدايا. أوه، جورب. صنعته لك يا ديدي بيدي كي تشعر قدماك بالدفء. إنه رائع، أشكرك. يسعدني هذا يا ديدي. أشكركم يا أصدقائي، نجحت مهمتنا اليوم. منعنا وحش التغليف من فتح جميع الهدايا المغلفة التي في العالم. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا.